فيضانات مفاجئة هزت أستراليا. السيول قطعت الطرق في أجزاء من شرق البلاد بعد هطول أمطار غزيرة ألحقت أضراراً مادية وعزلت العديد من البلدات. والسلطات تحث السكان القاطنين في المناطق المنخفضة على الانتقال إلى أراضي مرتفعة لتجنب الضرر. إذا كنت في أجزاء من كوينزلاند وتتلقى ضرر الأمطار الغزيرة، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو البقاء في المنزل والابتعاد عن الطرق، لأن خطورتها تزداد وقد تحدث فيضانات مفاجئة في أي لحظة من شأنها أن تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر. التوقعات تشير إلى استمرار العاصفة على مدار اليوم، والخبراء يقولون إن تغير المناخ أدى إلى تفاقم الكوارث المناخية خلال السنوات الأخيرة في البلاد، حيث سبق ولقي 9 أشخاص حتفهم نتيجة عاصفة ضربت الساحل الشرقي الأسبوع الماضي، فيما الكهرباء لازالت منقطعة عن آلاف السكان بعد العواصف الرعدية التي تسببت في اقتلاع الأشجار وخطوط الكهرباء.